على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص تشكل الحكومة، هكذا نص البند الثاني من المادة الأولى للمسودة الأممية، لا بالمحاصصة والجهوية حسب ما اتفق عليه أعضاء المجلس الرئاسي المقترح في اجتماعهم الأخير في تونس. هل يعلم الليبيون أنه بعد هذا الحوار والمادة واحد في حكومة الوفاق، البند واحد يقول تبنى حكومة الوفاق على مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص؟ الكفاءة وتكافؤ الفرص، مش مذكورة الجهوية والمحاصصة. اتفاق خالف أحد نصوص المسودة الأممية المتعلقة بالحكومة، حيث اتفق أعضاء المجلس الرئاسي المقترح على تشكيل حكومة مكونة من 10 وزارات والبقية تكون عبارة عن مؤسسات وهيئات. وزارة الخارجية هي التي تثير جدلا كبيرا في المجلس الرئاسي، ويبدو أن النزاع يعني عليها على أشدة أكثر حتى من وزارة الدفاع، وهي الوزارة أو الحقيبة الوزارية التي تثير لغط كبير داخل المجلس الرئاسي أقصد، يفكر جديا في أن يقوم بتشكيل حكومة مصغرة تتكون من 9 وزارات، يقوم كل عضو من أعضاء المجلس الرئاسي باختيار وزارة، وهذه طبعا كارثة جديدة. يعني إذا كان احنا الحكومة السابقة اللي انتقدناها اللي هي أصلا لم تخرج حكومة المحافظة هي كارثة، فهذه كارثة أيضا مزدوجة. مصادر مطلعة أكدت للنبأ أن المجلس الرئاسي خول المقرب من خليفة حفتر علي القطراني لترشيح اسمين لوزارة الدفاع، كما خول محمد العماري لترشيح من يتولى وزارة الداخلية، فيما أسند إلى السراج ترشيح أسماء لوزارتي التخطيط والمالية في التشكيلة الحكومية. وبعد فشل المجلس الرئاسي وتأجيله إعلان الحكومة ل48 ساعة بسبب خلاف بين أعضائه حول توزيع الحقائب الوزارية، تم التوصل إلى اتفاق قال عنه مراقبون إنه ربما سيزيد من حدة الخلافات داخل المجلس الرئاسي المقترح.